خلوني بقى نستعرض مع حضراتكم الجولة المرية النهاردة، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، ودلوقتي خصوصا ان الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه سيولة مرورية. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة. نروح مصر الجديدة وتحديدا شارع الخليفة المأمون، هنلاقي هناك سيولة مرية مكملة لحد شارع وكوبري الحجاز. وده من مصر الجديدة لشارع صلاح سالم، في سيولة مرية كبيرة، ولو فضلنا ماشيين لحد نفق الملك الصالح بيشهد كثافات مرية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات البسيطة. طريق الكورنيش القادم من المظلات في سيولة مرية نسبية مكملة حتى منطقة وسط البلد، واللي مكمل حتى منطقة المعادي وحلوان هيلاقي برضو سيولة مرورية. نكمل جولتنا معاكم بشوارع الجيزة، في سيولة مرية نسبية على محور صفة اللبن، والسيولة هتبدأ تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة، كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة، وده وصولا لإشارة بين السرايات. لكن محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، في كمان كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد كثافات مرية من شارع العشرين حتى الطلبية. المحور في كثافات مرية للقادم من أكتوبر حتى محور ميدان لبنان، وبيزيد الكثافات دي مع ساعات الذروة الصباحية. مكملين جولتنا معاكم ونروح لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم من بنها بيشهد سيولة مرية بتقل قبل الدائري، وبتحصل كثافات أسفل الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق وإنشاء كوبري دوران للخلف. بالنسبة للمتجه إلى بنها في سيولة مرورية. القادم من شبرا بنها ومتجه إلى منطقة شرق القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة من الأفضل إن هو يسلك محور الفريق العصار. لو رحنا بقى للطريق الدائري هنلاقي سيولة مرورية بتقل عند بعض طلعات الدائري. ومكملين جولتنا المرورية ونروح الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هنلاقي كثافات موجودة في بعض الطرق. هنلاقي بقى كثافات مرورية عند محطة الرمل بتبدأ تقل لحد ما بنوصل لشارع عمر لطفي، ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. وبكده خلصت جولتنا المرية، هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك.